ضيوف معانا مي ومعانا مريم، اهلا بيكم. اهلا بيك. منوريني. دخل وانا لسه عماله بكمل بقى في التورته وتزيينها وقفلت الاطراف بتاعتها، بس ايه رايكم يعني؟ حلو قوي بجد، تسلم ايديك. جميله جدا. حبايبي انتوا نجومان والله. انتوا المفروض دلوقتي عاملين براند اسمه وشاح، اشرحوا لنا اكتر عن البراند ده. اوكي، احنا براند وشاح، احنا بدانا من سنه ونص، داخلين في سنتين. احنا اربعه اصحاب، احنا ملناش اي علاقه باي حاجه ليها علاقه بالديزاين او فنون جميله او كده، احنا مجالاتنا مختلفه تماما. بس احنا كنا متجمعين مره، فتاني يوم قلنا، كلمت انا ومي، قلت لها ما تيجي نفتح ستارت اب، جو زي قعده قهوه كده، لو يلا بينا نفتح مشروع. ايوه. فقلنا لها تمام ماشي، تعالي نسيرش على الموضوع. بعد كده نقول له بقيت صحابنا، فدخلوا معانا بعديها سلمى ورحمه، وبدانا بقى في الموضوع. حلو قوي. وانتوا شفتوا قناه هي، وبعدين حسيتوا ايه؟ قررتوا ايه؟ حسنا ان هي بتدعم المراه العربيه والمصريه، فقلنا انه يعني حاجه حلوه ان اخيرا في قناه تدعم المراه، وان هي تتشجع ان هي حتى لو انت طالبه او انت ام او انت اي حاجه تقدري تفتحي البيزنس الخاص بيكي وتعملي احلامك عادي. فحبينا ان احنا نبقى جزء صغير من حاجه زي كده يعني. فبالتالي انتوا عاملين طرح، الطرح دي عليها لوجو هي كل الدنيا، يعني كادو مننا ليكو، علشان يعني عشان مشكورين قوي ان انتوا يعني اديتونا الفرصه ان احنا نطلع معاكم. حبيبتي. وبمناسبه عيد الام انتوا مطلعين هدايا صح؟ يب. مطلعين ايه بقى؟ اشرحوا لنا. في مسابقه هتتعمل، اخر 21 كومنت على البوست هيكسب معانا طرحه، كل واحد هيكسب معانا طرحه عليها لوجو وشاح وعليها لوجو هي كل الدنيا، عشان تتشجع كده وتبقى حلو قوي. هي ويستلموها من القناه صح؟ ان شاء الله. طيب يعملوا ايه على يعني عدد كام؟ بتقولي عدد كام هيكسب؟ 21 حد هيكسب معانا. لو عملوا ايه بقى؟ لو عملوا كومنتات تحت البوست اللي هيبقى تبع وشاح على السوشيال ميديا، على قناه هي، على فيسبوك قناه هي، هتلاقوا البوست بتاع وشاح، هتعملوا عليه كومنت، هيختاروا منه 21 فائزه، تمام، هتكسب طرحه وهتستلموا الطرح دي هنا في القناه. يصوروا لنا ويبعتوا لنا وننزلها. حلو قوي. وتتصوروا بالطرح دي، تمام، اللي هيكسب تتصوروا بالطرح دي وتبعتوا لهم، وهينزلوا الصوره بالطرحه. وفي مفاجاه كمان عاملينها لاي حد بيتفرج على هي، احنا في برومو كود هي 10، هتاخدوا ديسكاونت 10% زياده عن ال 15 اللي عندنا بمناسبه عيد الام لغايه يوم الخميس. ابعتوا لنا بس البرومو وان شاء الله كله هيبقى حلو قوي. ده جميل قوي منكم. يعني بجد سعيده قوي بيكم، وانتوا نورتونا. انتوا بتوجهوا ايه بقى لكل ست بتشوفنا دلوقتي؟ تحبي توجهي ايه؟ اوجه لها ان هي ما تتاثرش بالمجتمع، في قالب كده المجتمع حطينا فيه، بس هي ما تتاثرش بيه خالص، وتحاول بجد ان هي تكسره، عشان بجد يعني على قد السعي على قد ما ربنا بيكافئ قوي قوي قوي. فهي تحاول على قد ما تقدر ان هي تخترق الاطار اللي اتحط فيه المجتمع ده، عشان بجد بنعمل احسن كتير يعني. برافو عليك. ومين كان بيدعمكم قولي لي؟ بصراحة أول داعمينا كان أهالينا، يعني حتى أول مرة نروح نقول لهم كنا متخيلين ممكن يقولوا لنا لا أنتوا صغيرين إزاي، إحنا كنا ساعتها في ثالثة جامعة، بس هم قالوا لنا لا برافو، ابدأوا وإحنا في ظهركم لو احتجتوا أي حاجة. وإحنا الحمد لله يعني كنا مدين قرار إن هيبقى أي حاجة هي هتبقى من فلوسنا إحنا، هم عرضوا علينا إن هو يبقى في مساعدة كاملة، بس إحنا كنا حابين إن إحنا نبقى بكل فلوسنا وبكل طاقتنا. وهم بس هم كانوا بيدعمونا نفسيا كتير قوي قوي، كانوا بيدعمونا، كانوا بينزلوا معانا في مشاوير، كانوا يعني القوة اللي ادوها لنا ان هو لا انتوا تقدروا تعملوا احلى حاجة عندكم، هي دي اللي خلتنا ان احنا نكمل لغاية دلوقتي. حلو مع كل الضغوط. هل الشغل مع الدراسة كان فيه تعارض؟ في اوقات الامتحانات بتبقى ضغطة صعبة قوي، بس غير كده احنا بجد يعني انا بالنسبة لي افتكر لما بدأناها في تالتة، انا كان الجي بي اي قل في تانية، انا زودت الجي بي اي وما اثرش فيا خالص بجد، يعني بقيت اللي هو بتكتف كده طول اليوم. هي فعلا يعني احنا لاحظنا ان لما اصلا بيبقى شغالين في وشاح احنا بنعرف ننتج اكتر في الجامعه، بنحس ان احنا لينا قيمه اكتر من الدراسه، احنا بنعرف نعمل حاجتين مع بعض، احنا اخويا، فبتبقى يعني تشجيع لينا اكتر. يعني فعلا الاول لما بدانا وشاح احنا ولما بنشتغل فيها بنعرف على طول ان نبقى برودكتيف قوي في حاجات الجامعه، عمرنا ما هنتعارض، طالما انت عايزه تعملي حاجه
هتعرفي تعملي. بالعكس ده كان بيساعدنا اكتر ان احنا نخلص اللي علينا في الجامعه عشان نبدا ونلحق بقى نعمل حاجه. برافو عليكم بجد، انتوا نموذج ناجح جدا. شكرا. ويا ريت كل بنت بتتفرج تاخد كده تقتدي كده بالنموذج اللي قدامكم ده وتعمل بيه، وان شاء الله يا رب يبقى فيه نجاحات كتير قوي بمشاريع كتير جدا. شكرا. نورتونا واشكركم. ايه رايكم في الريحه؟ جميله جدا، فظيعه. بصوا الكيكه اللي دخلناها مع بعض اهي، الكيكه اللي دخلناها مع بعض فظيعه. استوت بصوا عاليه ازاي، بصوا مستويه وعاليه ازاي، مش هابطه خالص. دي اللي احنا دخلناها مع بعض على الهوا اهو. حاضر اهو بصوا يلا اهي، شايفين مظبوطه ازاي اهو، تحفه، لونها تحفه ومتساويه وما فيهاش، وريحتها تجنن عشان تبقى وصفه حلوه تعملوا بيها التورته بنفسكم. تمام. وانا بشكركم قوي على الورد، هديه الورد جميل قوي، لايق جدا مع ورد التورته والهديه. شكرا بجد، ميرسي قوي قوي قوي. يا رب يبقى احلى عيد ام على كل الامهات. يا رب امين. شكرا. حابين نشكر كل ام على كل مجهوداتها اللي بتعملها مع كل الناس بجد. شكرا شكرا شكرا. سريعا تحبي تقولي ايه لمامتك؟ احب اقول لها ان هي اقوى ست شايفاها في حياتي، وبجد انا بيجي على ايام اللي هو انت ازاي مستحمله، بس اللي هو عايش يا ماما بجد بحبك قوي. عايش. وانتي؟ انا احب اقول لها شكرا على كل حاجه انت بتعمليها علشاننا، وشكرا انك دايما مشجعانا ومحسسانا طول ما احنا فاكرين نفسنا وفاكرين ربنا كل حاجه هتبقى كويسه. شكرا ان انت قويه جدا جدا جدا، وانت بتدينا انرجي بتخلينا نكمل الحياه دي بجد. شكرا. وانا بشكر ماما، وشكرا يا ماما.